استاذ مراد، اهلا، اتفضل. مادموزيل. افندم. من فضلك قولي لسالي ان انا جيت. حاضر. اتفضل. ميرسي. سالي لسه نايمة؟ لا دي ايه؟ خرجت؟ ايوه. بيقولي لها ما عنديش مواعيد لمقابلة تانية. استاذ مراد استنى، انا عايزة، قصدي هي معذورة، طلبوها تكمل اليوم اللي ناقص في الفيلم اللي بقى لهم سنة بيعملوا فيه، وقالت لي اكلمك في التليفون تضرب لها مع التاني، بس نسيت. هي بقى لها سكرتيرة؟ لا ده انا قريبتها؟ صاحبتها، وبحب السينما خالص. تحب تمثلي زيها؟ يا ريت. ليه لا؟ بس العيلة. يعني انت شايف اني انفع؟ جايز، بس مش كومبارس. بطلة؟ زي ما طلعت سال. هنتفاهم في البيت. عندك؟ انا ما بتفاهمش عربية ولا فاعد على النيل. بس انا عايز اطلع ممثلة مش رقاصة. مش عايز مناقشة. بتهزي اكتر 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 فوق الترابيزة على الارض. سيب الفستان اللي تنكسف ترجع للعيلة. مش عايزة تبقي مشهورة؟ الناس كلها تشوفك وتسمعك وتتكلم عنك. مجدي مجدي. اخويا. اهلا وسهلا. الانسه خد حمض الفيلم وكبر الصور كويسه. اسمك ايه؟ بصراحه اسمي هنا، لكن لو حبيت اغيره اغير. ما هي سالي كانت اسمها نفيسه، تسميني ايه بقى؟ اما اشوف الصور. هتتاخر؟ وراكي حاجه؟ لا ابدا ابدا. اشربي. ايه اول مره؟ ايوه، لكن زي ما هتقول حامل. والعيلة؟ انساها. خطيبك؟ مش مخطوبة. حبيبك؟ ما بحبش حد. استاذ مراد انا عايز اوصل بسرعة، ودي لعبتك. اتعلمت لحد فين يا هنا؟ ما تسألنيش، انا كده اللي قدام انفع. يا خبر اسمك فوطة. فوطة. طيب طيب طولي بالك. الله. فوطة. مالك مستعجل على ايه؟ مخضوضة كده ليه؟ هو مخضوضاش ازاي بقى؟ هو في حاجة تاكل جبرة في السجاية زي البلعونة دي؟ ست سالي قالت لي كده. يا دي الفال المهبب يا هنا يا بنت عبد الستار. يا دي الفال المهبب. اوعى رجلك كده يا مار، اوعى رجلك. انت مين؟ اتكلمي. لا انا مش خدامه زي ما جه في بالك. انا بنت عبد الستار حسنين، اوجه واغنى خلي في البحيره، وامي كانت من مصر. اهل البلد اتوشوشوا عليها وقالوا غزيه وتابت. صدق ولا كذب؟ كانت حاجه تانيه غيرهم، وماتت من زمن بعد ما ملت دماغي بكلام كتير عن مصر وعيشة مصر وعيشة أهل الفن اللي كانت غاوياهم وغاوية المجلات اللي بتحكي عنه. علمتني أحلم بدنيا غير اللي كانت حواليا، خلتني أكره البلد واللي فيها، مع إني كنت وردتها وكنت مخطوبة لابن شيخ البلد عابد اللي تتمناه كل صبية فيها. لكن عني انا مش عارفة، اي كانت كلمة بيني وبين ابويا مليش فيها يد ولا حب. زهقت من قعدة البيت وحكمت رأيي لازم اشتغل، بس المرة دي انا اللي نقيت.
ما كانش في شغل حواليا احسن من كده اتسلى فيها. اهو يوم ويوم لا. كنا بنعبي برتقان عشان يسافر بلاد بره. يا ترى شكلها ايه بلاد بره دي؟ لا 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 لا, لا. خلينا في مصر، مصر القريبة. امي قالت لي انا بتاعت هناك مش بتاعت هنا. امي قالت لي اللي البس توبه هبقى فيه احسن منه. يا مين يطولي ثيابك يا بنت مصر. لكن ابويا، ابويا القاسي، انا عارفه ليه واقف في سكتي. ما كانش قدامي غير ثياب الفلاحين اتغندر بيها ما بين حبايب وحساد. انا بنت الخول. كان اتغير نجز بعيوني لحد ما جه اليوم اللي كتب اسمتي. كانت اول مره اشوفك يا سالي. اسمع من فضلك. نعم استنى. ولا ابو المعاطي اجري يا ولد. في ايه يا عوضية؟ هياخدوا مناظر للسيمة. سيمة؟ ايوه يا حسامين. بنتي يا خضرة. حسامين اجري يا بيس. انت بنت مبروك. اجري يا هلا. اجري يا بيس. ما تجري. اجري يا هلا. بنتي يا خضرة. Thank you.
صورتها تلف الدنيا وعالم زي النمل يتفرج عليها. احسن احسن، حوش اللي وقع منك يا شابه. مش هشتغل دلوقتي، في يوم تاني وحته تاني. عفتاح فندم. عفتاح حضر مشهد 69. سيبها لي انت يا شاب. مع السلامه. يا اختي بتبصي لي كده ليه؟ ده انا في صفك يا شاب. يلا يلا تعال يلا بقى. بقى بقى بنت الخولي. ايوه وادي ارضنا هناك اهي، 7 فدادين في حوض واحد غير 5 قراريط في وابور الطحين وجنينه وبطر. تعالي تعالي حكيم، انا بقى احب حاجتي الارياف موت، والنهارده بقى فاضيه لك. وبقينا اصحاب انا وفاطمه طماطم، ومالت دماغي بكلامها الناعم اللي اقوى من السحر. بقول لك انا اللي مطلعه سالي وكل دول اللي عاملين نفسهم كواكب ونجوم وبيكسبوا الالوفات والدنيا بتسقف لهم. حسرة على الحلاوة الرباني اللي محبوسة في الأرياف. هتنزل وياك عنك انتي. قطعت وديت لفاطمة طماطم وفتحت لي باب ما خطرليش قبل كده على بال. وهو فيه شغلانة دلوقتي يا حبة عيني أحسن من التمثيل. النهاردة كده بكرة حب فوق خالص، وياما ورد من الغيط ومن الحارة. اسأليني أنا مربياهم على كفوف إيديا دول. وانت يا بنت عينيكي حلو وشفاك ورجليكي، إلا الخلخال ده يجي على قدي. وانشغل فكري على الآخر بكلام فاطمة طماطم، فوق خالص بعيد هناك ألوفات والدنيا تحت رجليهم، واني من مصر ومنهم. أمي قالت لي اللي ألبس طوبه أبقى فيه أحسن منه. على فكرة أنا هكلم المخرج ووصيح عليكي بكرة، ويبقى لي الحلاوة شكل تاني يا بنتي الخولي. ومين بقى فاطمة طماطم دي؟ دي رئيسة كبيرة قوي معاهم ياض، من غير المشخصاتية لا يعرفوا يلبسوا ولا يعملوا حاجة أبدا. بس أنا قلت لها لازم أقول لأبويا وأخد منه الإذن. خلاص ما عنديش مانع ياخدوا منظر عند الساقية بتاعتني. وإن كان على غني أنا ما رضيتش أشدد في العزومة إلا ما أقول لك. وده غدا إيه كمان بقى؟ ما انا قلت بقى مين يكرم الغريب الا سيد البلد. طب قولي لام عويس تذبح جوزين بط. افت ما يلزم راح اوضبه انا. و ايه تاني؟ اصل الجدع ده اللي بيسموه اسم الله على مقامك المخرج، اول ما رمى بعينيه نواحيه بقى يحكي ويستغرب ان في واحده من الارياف بالمنظر ده. ما هو بقى ما كانش عارف انا بنت مين وبنت مين. وقال ايه عايز مني زي ما تقول كده يعني اشخص معه منظر عند الساقي. تقولي ايه يا بت؟ انا ما قلتش حاجه يابا، هو اللي قال. انت عارفه لو حصل كان يجرى ايه؟ راح تشمط الحبل في رجبينا كلتني وتعلقنا في التوته اللي فوق الساقي. طب حط الويله. شاهل امال يا عويل. يلا ده ايه ده؟ خش الصف انت وهي، خش الصف، خش. ايه ده؟ وبعدها لك يا سكينه انت مش قلبيه، خش الصف يلا، خش الصف. اما يا ولد فرجنا فرجي، اهي دي سيما ولا بلاش؟ يا خيبتك يا حمدان يا ولد حمدان. الله يا
شمس حمرت ليه يا سكينة؟ ما تفعلك يا شلبية. ما تحطيش في بالك منهم يا هاني، نشفي دمعتك بقى ويلا بينا على الدار. أما الدنيا تلاقي مش عايزة أشوف حد ولا حد يشوفني. طب بس انت افتحي قلبك كده من ناحيتهم وخلي فكرك هنا بدل ما يشفت بعيد، وانت تلاقي المحبة محوطاكي من كل ناحية وانكتب لك في كل خطوة سلامك. كان ايه بس اللي اخركوا يا طماطم؟ تشيعيلي مكتوب يطمني بعد ما خدتي فكري وقلبي معاك يا ست طماطم. بس اسمعي، شيعيه باسم ابويا واكتبيه بالسين وانا هفهم. اصل المخرج لغى المشهد اللي كان حيتصور عند الساقية العظيمة بتاعتي. وانا في الحقيقة بشكرك جدا واشكر بنتك الممتازة اللي وعدتنا بأكلة فطير مشلتت ورز معمر وهلفت ميت يمين على كده، ولما كان وعد الحر دين، وعشان ما توجعش هنا في حرمانية وتروح النار يوم القيامة فلا منع من إرسال المأكولات على العنوان الموضح سافله، وأنا في الانتظار وكل عام وأنتم بخير وسلام، والكل من عندنا يهدوكم السلام. أنا يابا لو عدت ولا حليف؟ مال يا عم تلجح جتتي؟ ودي معنيتها ايه غير كده؟ خير ما عملت يابا ونحمي به الفرن كمان. على فكرة أنا اتفقت أنا وعابد بعد الجني وتسليم القطن راح نكتب الكتاب والدخلة في ليلة واحدة. وأنا في الحقيقة بشكرك جدا وأشكر بنتك الممتازة. بنتك الممتازة يعني متأكدة اني هنفع؟ اللي وعدتنا بأكلة فطير مشلتت ورز محمر وحلفت ميت يمين على كده، ولما كان وعد الحر دين. وعد الحر دين؟ يعني هتخليني امثل واتغندر؟ وعلشان ما تقعش هنا في حرمانية وتروح النار في يوم القيامة فلا مانع من ارسال المأكولات على عنوان الموضح سافله. طيب هو فيه مأكولات غيراني تبقى غرضها سافلها على مصر؟ ولا واتفتحت لك طاقة القدر يا هانا؟ السماح يابا انت وعابد، انا عارفة الناس هتحكي وبتتكلم عشان هربت. لكن بكرة الغمامة تزول لما يلاقوا اسمي مزهزة على كل لسان، وارجع لكم بنور الدنيا وعزها وخيرها. السماح يابا. المشلتت والمعمر. ايواني لو انت فهماني عبيطه ما فهمش بلغه الصين. حلاوتي الله يحفظك. ده كله ما تضحكونا معاكم. الطرد وصل يا عباس برجوع البريد. والله فين اهو بتبصي فين اهو، مشلتت ومعمر بايدين ورجلين وشال. حلو يبقى اتعشينا. بنتي بقى يا حبيبتي هربتي من بيت ابوكي عشان انا اعملك نجمه سيما. اللي يريحك انت هو ده. اختي دي ياما طلعت ناس وانا كمان ياما طلعت ياما. وانا من ناحيتي راح اطول رجبتكم النوبه اكتر من اي نوبه. لا ما هي المواهب باينه اهي، باينه قوي. صبرت بالله لما غير طبله رياح. الله اكبر الله اكبر.
كده. طب والنبي انا نازله المسكه دي بحتتين قماش وارجع. ربنا يا بنتي تعالي احسن تتوهي. ما تخافيش عليا، ما انا جيت مصر نطيت قبل كده في مد الحسين. مدد مدد. الراتب حلاوتك اهلي بقى بواحد صحيح. عشرة ساغ ما فيش غيرها يا بلطج انت. اهلي بقى، امال خلينا نروح نوضب الجو عند الريسير. مسي على الاستاذ. مساء الخير. مساء الخير. كويس كويس كويس، مع السلامة. عباس بتقولي كلمة طمني. الله يخليك. مبروك. وحياة النبي. والله العظيم مبروك. لكن ده مش مبروك. اسكتي خالص وانا هحكي لك. بقى يا ستي الريجيسير مكار، عشان كده لمستلك تطلعي بره. الله، لقيت عايز يكسر مقاديفك. لكن على مين ده؟ انا عبس. باختصار اتهبل لما شافك، وباختصار هيدوكي الدور التاني في الفيلم، وباختصار الشغل بكره، وباختصار هيدوكي 500 جنيه. اجمادي امال. اصل انا بقى قريت دورك عنده وسبته يخيش في نافوقي من ساعتها عشان احفظك وامرنك وتروح لهم بقى بكره انستا اللانش على سنجت 10. ها يلا اول منظر. انت جايه من بره تخبطي على باب اوضه النوم بتاعه والدتك خبطتين اللي هي دي مثلا، وتفتحي وتدخلي وتقولي صباح الخير يا مامي، وتقفليه وراكي. تعرفي تعمليها؟ قوي قوي. مستنيه ايه؟ اكشن. صباح الخير يا عم. كويسه؟ بتتكلمي فلاحي ليه؟ سامح النوبه، المره الجايه هتكلم زي بنات مصر لبلب. خلاص سماح. اللي بعده. المره دي بقى تلفي حوالين نفسك بسرعه 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 وتقولي انا فرحانه 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 فرحانه. يلا اكشن. انا فرحانه 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 فرحانه. كفايه هاي عدم التشخيص سهل خالص بس بيداوى. اللي تدوخ تدور على شغلانه تانيه. لا 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 اعملها لك تاني. فرحانه فرحانه. مفيش وقت مفيش وقت. اللي بعده. المره دي بقى حته صعبه ومؤثره. انت نايمه على السرير اهو عيانه وبتقلبي بقى من الوجع. يا بطني بطني هتتفرتك، الحقيني بالدواء يا ماما. دي مؤثرة بصحيح. تعرفي تعمليها؟ بعمل ابوها. اكشن. اكشني. بطني هتتفرتك، الحقيني يا ماما بالدواء. اي بطني. اعوذ بالله، ده بيشعبط في الزور. زفت اتران هباب. انت الاحسن تروحي بلدكم بدل ما تهزق بسببك. ليه بس؟ تمثيل ده يا اخواتي ولا مسخر؟ طب علمني يا سي عباس. بطني بطني، مصاريني بتتقطع، الحقيني بالدواء يا ماما. دواء اهو يا بنتي بالهنا والشفا. اعوذ بالله، هم حيدونا برضو دواء زي ده بيشعوط في الزور. في سبيل المجد. الاساسة دي يلا صوت يلا صوت يلا سيدي.
حبيبتي قال الاوان وهنشتغل. الست هاني وصلت بعد انتظار 4 ساعات. يا عيني علينا. رخر المخرج تلاقيها يطرشق منها. يلا يا ناصر. جاهزين يا استاذ؟ جاهزين يا استاذ. يلا كده كده. وقفهم. نستعد استعداد تصوير. ايوه نستعد تصوير. استعد. ايوه يا انور. نور. كلاكات. خش كلاكات. جاهز. نهدى نسكت خالص. بارتين كلاكات 65 واحده اول مره. اكشن. شبه. ايه اللي خلاكي كده؟ انت وبرج الحمام وابنك. ابني طالع شبهك بالظبط. انت كدابه. كدابه. ايوه كدابه. طب سيبني بقى خلينا الاقي لامته. قلبني قال الحمد لله. يلا بينا يا اختي. يلا بينا فين؟ لسه بدري. ما قلنا خلاص. ما بتفهميش عربي يا بنتي. عباس ده بلطجي دخته طماطم ضربوها من الفيلم عشان اخلاقها. مش كده يا سوسن؟ أيوة. حد يصدق دول؟ اتفضلي جنيه وجريتك. يا نهار اسود. جنيه جنيه. امال انت فاكراها ايه؟ فوضى؟ عايزه تيجي من ورا الجاموسه على عرش السينما كده على طول؟ جنيه جنيه. خطوة خطوة يا حبة عين. ولا ده بقى جزاة المعروف. وليلة امبارح. وليلة امبارح يا فاطمة. يوه اتهدت الدنيا. اللي بنت الخول اتنقلت من حال لحال. يا سافل يا مجرم. طالي بقى. ولا مش عاجبك ابقى واحد من اصحاب النصيب؟ طب يا عباس راح اوريك انت فاطمه. راح تشوفه. حلو. ظريف. يا لهوي بلاشي. يا نصاب يا حرامي. ما تجيش حد يا بنت. بلاش وقت يا حرامي. يا الله الصيغه يا بنتين. الصيغه يا حرام. ايه مالك قاعده فيه بلاش؟ اوعي كده. طيب راح اقعد ابويا يسيح دمك ودمها. قبل ما يسيح دمنا هيكون مسيح دمك انت يا شاطره. ولا نسيتي لما حطيتي راسه في الطين لما هربتي من البلد؟ لم هدومك بقى وروحي. انا حطيت رجلي بتمن غالي ولازم اكمل. بس المرة دي السكة الجديدة اللي عرفت انها توصل. المخرج هو صاحب الامر والنهي. مثلت قصاده زي سادي عشان يعرف انا ايه. ولقيته تقدم ناحيتي اهتم بيا اتهبل عليا اختم المنظر على اخر حلاوة. يا هانا حبيب قلبي انا ملك ايديك. هو الفن رخص عشان انتي وامثالك يقدموه للناس؟ فاكرينه ايه؟ سوق للتفاهة والحقارة والليالي الحمراء؟ أتاريه كان فاكرني بتحجج بالتمثيل عشان أفرج البضاعة اللي حبحها له بتمن دور يديهولي. خرجت بجرح جديد والكلام غريب عن التعليم والمعاهد والتمثيل. كان بيتكلم بالسنين وأنا بحسبها بالساعة قبل اليوم. لا 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 هي سكة عباس ولا سكة رفعت. يا ترى كانت ايه سكتك يا سالي؟ نعم. انت مش فاكراني. عايزه ايه؟ الحاله ضاقت بيا في البلد. قلت انزل مصر ادور على لقمه عيش. وجياني انا ليه؟
هشتغل عندك. طب اقفلي الباب. حاضر. وبكده قدرت اشوف واسمع وبمهيتي اشتري واتعلم من سبقتني لغايه ما تيجي الفرصه. بس يا خساره لسه ما قالش الاوان. معلش. استني. رايحه فين؟ ادور على سكه جديده. انت مجنونه مجنونه. البلد ضيقه باللي فيها. جايه لها من الارياف تعملي ايه؟ ما انت قلت مجنونه. وانا احب اتعامل مع المجانين. يلا يلا كلمي سالي في التليفون قولي لها انك رايحه البلد ومش راجعه. مجدي. ايوه. شوف لها حته تبات فيها. التليفون جوه. اخرجي دلوقتي وارجعي بلدكم على طول. انت بتقول ايه؟ انا سمعت كل حكايتك وبنصحك. يلا اخرجي. سامع؟ ده بيكتب العقد اللي هيربطك بيه. قصدك ان مراد زي عباس؟ بالعكس، ده هيوصلك في غمضة عين ومن غير ما ياخد منك التمن اللي جه في دماغك. هو مخرج؟ لا مخرج ولا مصور ولا منتج، لكن بيعرف ازاي يوصل لغرضه. طب ليه بقى عايز تقف في سكتي؟ حرام عليك. مفيش وقت علشان افهمك. اخرجي اخرجي اذا كنت خايفه على مستقبلك. يلا. اسمعي انا، انت من دلوقتي اسمك صافي. صافي 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 صافي. الو، انت فين يا زفت؟ انت مسافره البلد في 60 دقيقة. شايف يا دكتور، حتى الهبابه دي هتسيبني في وقت زي ده. يبقى مفيش داعي نستنى لبكره، يلا بينا دلوقتي على المستشفى. ما تشوف حل تاني يا دكتور؟ ما احنا جربنا العلاج في البيت. بس انت عارف الوسط بتاعنا، ولو حد عارف يبقى هتكمل. واحنا بقى هندور على كلام الناس ولا هندور على صحتنا؟ بكل اسف اللي زينا حياتهم قايمه على كلام الناس ونظره الناس، وما بنعرفهاش الا متاخر قوي. قريت العقد كويس؟ كويس قوي. انتي 40% و60% علشاني قصاد كل اللي هعمله علشاني. موافقه موافقه على اي حاجه تقولها. يبقى مبروك. مجدي تعالى يا عمر، نقلنا صوره من دول عشان تكبرها ونعلقها على باب الكباريه. مجدي بيرسم كويس قوي. هشتغل في كباريه عشان اوصلك للسينما من اقصر طريق. لا بس انا ما اقدرش ارقص. خلاص تغني. معرفش، وكمان صوتي وحش قوي. معلش مش مهم، اي لحن اي كلام اي حاجه محدش بيسمع، المهم التسريحه والفستان والحركات. والان سيداتي سادتي، وجه جديد، لحن جديد، اسلوب جديد، الفنانه صافي صافي. إلى المجد يا أعظم فنانة في الوجود. أنا نسيت كل حاجة، مش قادرة. يلا. مش قادرة. يلا. مش قادرة. يلا. كده يا سيد؟ طبعا. إذا
انسان جميل فعلا فعلا. انطقي يمكن اسفكياليه
اسفك يا لي، اسفك يا لي. أنا في تصوري إن صافي كانت بتقدم الأغنية السريالية لأول مرة في مصر. سريالية إيه؟ دي تلقائية انبساك الأنغام المستبطنة. طب بص لها من الزاوية التحليلية. النظرية التركيبية هي الأصح. لا تركيبية ولا تحليلية، دي فنانة أبسوردية صميمة. ثم إن إحنا ستات نفهم بعض. بتضحك على إيه يا أستاذ عجيب؟ أفتكر مش معقول أبدا يبقى الفنان السويد العظيم بوبو مار لسه سايب مصر بقالوش يومين اتنين بس، نقوم إحنا ننسى مدرسته الحديثة في الفن. بوبو مار؟ أنا قريت عنه. أوه ومين ما قراش عنه؟ أنا بقى حضرته في الهيلتون وهو بيديها أصول الاستكياليزيا. مجد، أضواء، صور، ناس، جرسونات، إلى المجد يا أعظم فنانة في الوجود. طخ 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 طخ. لكن جابت نتيجة. إيه يا مجد؟ شايفني حموت من الفرح وأنت قاعد ساكت؟ إيه؟ عايز أنا أسقف للهلس اللي عملتيه؟ بقول لك كانوا هيتوسوا علي ولسه ولسه ولسه. هي دي الخطورة، إنك تستحلي النجاح السريع الرخيص لحد ما يضيعك زي ما ضيع مراد. مراد ضيع؟ هي دي الحقيقة بكل أسف. مراد الغني القوي الناجح ضيع. كل ده نجاح مزيف. مراد الحقيقي كان زمان يا خسارة. تعرف يا هنا، مراد كان كاتب عظيم، أديب صادق شريف، ما كانش لازم أبدا يكفر بكل القيم علشان. علشان إيه يا مجدي؟ علشان الظروف الوحشة اللي خلت بعض الأدباء الكبار يستغلوه ينشروا أعماله باسمهم. لكن مش مهم، اللي عايز يوصل ويستمر لازم يصبر ويصبر ويصبر. كله تمام. فرسان الليل، الإسفكيالية، الانبساط، الأعماق. ايه مالك؟ بدل ما الاقيك مجنونه من الفرح. استنى يا مجد، انا لازم اعرف بالظبط فين الغلط وفين الصح. يعني سممت افكارها. سالتني وما قدرتش اخالف ضميري. يبقى لازم تصدقيه، لانه ملاك طاهر حامي حمى الاخلاق والفن والجوع والذل والعذاب والموت. مراد، ما تحاولش انك دايما. عملتني شطان في نظرها. انت اللي بتعمل بنفسك كده وبتنسى كنت ايه. ما نسيتش. مش هنسى ابدا، مش هنسى ابدا. شايف 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 الجرايد قد ايه بتمدح فيهم، والكتب الكتب بتتباع باسمهم هم. ناقصهم ايه يا مراد؟ ناقصهم ايه عشان يحرموك من حقك من عرقك؟ ده حرام، ده حرام، ده ظلم ما التجتش عليه ابدا. انت اللي كتب وانت اللي تعب وانت اللي تجوع. وانا مجدي لاخر مره هقول لك، انا لما دفنت مراتي دفنت معاها التزامي ومبادئي وقلبي،
مستعد احطم اي انسان يقف في طريقي حتى لو كان انت يا مجدي. لا انت ما تحطمش حد الا نفسك ومستقبلك. كان اولى بيك انك تحارب الاستغلال اللي كنت ضحيته بدل ما يبقى سلاح في ايديك تحارب به الناس. يعني انت مصمم على انك ترفض الطريق اللي اخترته لنفسي وخلاني كده؟ ايوه. وليه راضي انك تعيش معايا هنا تاكل وتتعلم من نفس الطريق؟ وايه اللي هتقدر تعمله لي انا علشان تحقق احلامها بعد كل اللي راح منها؟ كلام كلام شعارات انسى. مش معقول. طمطم بعد انت عني ما عنديش فلوس. فلوس مين؟ بص شوفي. ايه لسه بتتفرجي على صورك؟ انا في كل بيت في كل المجلات في كل الجرايد على كل سائل. استاذ مراد مش حرام الفلوس اللي خدوها؟ في الجو ده كل شيء له ثمن حتى السكوت. ايه تاني؟ اتفضل. انت عايز ايه؟ انا مش جاي في حاجه من اللي في بالك يا هنا. انا عرفت سكتك من الجرنان وجاي اقول لك كلمتين واسيبك في اللي انت فيه. خلاص مش راجع لأهلك ولا هم كمان عايزينك، بس أنا محبش حد غريب يشتري المراس بتاعك ويدوس فيه. أنا هستنظر وكيلك في البلد واللي هتطلبيه هدفعه. أنهي مراس؟ أبوكي الله يرحمه اللي ما رفعش دماغه في البلد من ساعة ما هربتي. كان عايش كان مسيره يلاقيكي ويقتلك.
عايزه الشهره والاضواء، يعني تعيشي من غير قلب. اقرايني ما يهمنيش، لكن دلوقتي هتخرج لي التوافي اللي بيستنوكي ويسقفوا لتفاهتك. Thank you.
فضلك مش ده بيت الفنانين؟ ايوه يا بنتي اتفضلي. هو اسم الفيلم ايه؟ مش عارفه.
وايه الشخصية اللي بتلعبيها؟ لسه مش عارفة. طيب وقصة الفيلم بتدور حوالين ايه؟ لسه قصدي كله لسه لسه، وهتصوره الشهر الجاي. ما هو مراد اخو مجدي اللي بيلعب الاراجوز كامل. مالك يا هنا؟ مش عارفة مش عارفة مش عارفة. لانك ماشية غلط. ويعني اللي انتوا فيه ده هو الصح؟ على العموم احنا اللي بنغش نفسنا ولا بنغش الناس. اتهاو يا مالك. سيبيه، ده مش اول مرة. كسر يا ابو كمال، كسر يا كامل يا شيخ، كسر يا نهار اسود. استاذ كامل انا مش عارفه اشتريه كده بالغلطه اللي فيه. هي فين؟ انا مش شايفه حاجه. لكن انا شايفها، وفي ناس كتير بيفهموا وهيقدروا يشوفوها. يبقى بايدي انا اكرم بدل ما يبقى بايديهم. نتقابل يوم الجمعة الجاية برا علشان أصورك صورتين ثلاثة كده عشان أرسم فيه. ها؟ دي شوية من عقود الفيلم، عاد المخرج والمصور والمونتير، امضيهم. نعمل لها دور في الفيلم، دور صغير وانا البطله.
ويكون في منظر بضربها بالقلم. هي كمان ضربتني بالطين قدام اهل البلد. مش معقول تلمستك. ايه مناسبة الزيارة دي يا هنا؟ هنا خلاص ماتت، لكن عندي انا لسه عايشة. وعندي انا نفيسة بنت الشيال ها لسه عايشة. انت بتكلمي عن مين؟ ننسى بقى حكاية هنا ونفيسة، الف رحمة ونور تنزل عليهم. اتلحلحتي قوي الكار. انت عايزة ايه؟ ارد الجميل. العبي على المكشوف، انا ما عنديش خلق. سمعت انك خلصتي فيلمك الاخير من مدة طويلة. ايوه. وما سمعتش عن فيلم جديد اتعرض عليك؟ بالعكس، انا اتعرض علي افلام كتير، وبعد يومين ثلاثة احنا اتفقنا نلعب على المكشوف. كملي. يوم السبت انا دخل اول فيلم ليا، انا البطلة وانا المنتجة. استفدت بسرعة من جو الكباريه. مراد اصله شاطر وعارف يخدمني. خلينا هنا. ما احنا هنا. سجارة؟ لا بلاش. انا عايزاكي معايا في الفيلم. اعمل ايه؟ تمثلي طبعا. وانت البطلة؟ لكن دورك حلو قوي. يا سلام، يا ريت جبت معاكي جلابيه فلاحي علشان الصوره تكمل. ابقى كملها بخيالك لما تيجي ترسم. ما تضحكي بقى. ايه اللي عاجبك في الصور دي؟ كده بشوفك اكتر. هنا بنت الارض الطيبه. وهي الطيبه بس في الزراعه والطين والفلاحين؟ فين مصر؟ فين الاستوديو؟ فين صافي صافي؟ ساعتها كام دلوقتي؟ ايه مستعجله قوي؟ ما انت عارف ان احنا بنحضر علشان الفيلم، ومراد معرفش ان انا هنا. مراد النهارده مش عايزك ولا عايز اي حد. النهارده ذكرى وفاه مراته. حبه القديم وحبه الوحيد اللي بكل اسف مش قادر يخلص منه. قصدك تقول انه محبش اي حد بعدها؟ محبش حد بعدها. لكن انا سمعت انه اي حاجه سمعتيها من الناحيه دي تبقى تمثيل في تمثيل علشان يحقق اغراضه. مش معقول. انا اتمنى انه يقدر يحب من تاني علشان يبقى انسان زي ما كان في الاول، لكن مفيش فايده. يا سلام، اجمل حاجه في الدنيا ان الواحد يعرف طريق الحب، الحب الصادق الحقيقي. مجدي تعال شوف الاستوديو اللي هنشتغل فيه اهو، ورا العمارات دي شايفها؟ تبقى تيجي تزورني يا مجدي، تزور صافي صافي. 30 اكسسوار. اهلا ازيك يا نور. جاهز؟ حسن جاهز؟ جاهز. يلا كلاكات. ناري سكوت. دور 22 واحد اول مرة. مامي مامي مامي. نعم يا حبيبتي. بركيل يا مامي. على ايه يا روح مامي؟ قابلته. مين؟ منجد. اه. وما سابنيش الا لما قلت له اه. اه ايه بقى؟ هيتجوزني. بركيل يا مامي. ستوب. هايل هايل. انت عظيم. طيب يا هايل. طيب ابقى اللي بعده. حاجه عظيمه جدا يا مراد. الف مبروك يا مراد. احنا مروحين ومطمنين خالص والبركه فيك. اطمن قوي. عجبتك اللقطه دي؟ مالها؟ كانت لازم تتعاد. البنت فيها حاجه بس عايزه اللي يوجهها. قلبك عليها قوي؟ لا ابدا، بس بتفكرني بنفسي من 7 سنين. استاذ مراد، الانسه عايزه حضرتك. ازيك يا مدام؟ كويس.
مش انتظر الاقيكي انت هنا يا مدام. يظهر هنتقابل كتير بعد كده بالشكل ده. نفس الاستوديو اللي اشتغلت فيه كومبارس ويا سالي. بقى ندهالي علشان تقولي لي على حاجه انا عملتها. لا انا عايزه منك دلوقتي حاجه اهم، تخلي المخرج يعمل لنا المشهد اللي بضرب فيه سالي بالقلم. اكشن بقى. استأمنك على بيت يا سرايا وعايزه تخونيني مع جوزي يا منشين يا غشاشه. ستوب. معلش كمان مره. ثلاثة وسبعين واحد تالت مرة. ثلاثة وسبعين واحد خامس مرة. سابع مرة. تاسع مرة. معلش يلا كمان مرة. كلاك ريدي. جاهز يا حسن؟ مش عايزه تزليني، انا عارفه فرحانه لاني عاجزه قدامك. هردلك الجميل ده هنا دلوقتي. اطفي ضحكتك. اكشن بقى. استأمنك على بيتي يا سرية، عايزه تخونيني مع جوزي يا موشين يا غشاشه يا مجرمه يا بكره. ستوب. هاي هايل انت اكتشاف. انك تضرب القلم لسرية ولا سالي؟ سالي. لكن ده غلط. ده اللي حسيت بيه وعملته وكل هناني. وما حسيتيش بالذنب بعد كده علشان تعتذر لها؟ انت قلبك كبير. قلبي نسيته برا الاستوديو. وهتنسيه على طول؟ زي ما مراد نسي قلبه مع مراته اللي ماتت. صافي. عايزينك في البلاتو. ما تمشيش يا مجدي. انت هنا وما جيتش تسلم عليا؟ ما انا كنت لسه جايه عشان. برافو برافو، انا مبسوط انك غيرت مبادئك وجيت علشان تبارك لها بدل ما تديها محاضره من اياهم. بس انا ما غيرتش مبادئي كده. مش بطال اللي قدمها مجدي الانسان مش مجدي الفنان. اسلوب جديد في دنيا النفاق. الله الله الله، سرحان في ايه يا اخ وسايب شغلك؟ لا ابدا، ده انا كنت مريح دماغي شويه. طب قوم شوف شغلك قوم، ما فاضلش غير شهرين ونص على المعرض. بسمتك يعني خلاص وافق اني هشارك فيه؟ وهتعرض الكلام الفارغ اللي انت رسمه ده جنب شغل الاساتذه المحترمين. امسك ابوسك. تبوسني؟ ابوسك بالله من غضب الله. بس المهم ان العيلة كمان فكرتين ثلاثة جداد. ضيعت انت فرصة كبيرة اللي ما رسمتش هنا وهي نايمة. فعلا كان عندك حق. ايه ده؟ استنى بس. لا استنى بس. ايه؟ كامل. ايه؟ هقول لك حاجة بس ما تتريقش عليا. خلاص معاهدة. انا بفكر اسجل قصة هنا بالرسم. يعني هكتبها الاول وبعدين اشوف. وطبعا الفصول لازم تكمل، وعشان الفصول تكمل تبقى انت محتاج تقابلها في الاول، ولما هتقابلها في الاول تبقى انا ما بنكرش ان انا بحب اشوفها دايما واقعد معاها، لكن مش ده كل غرضي. انا بشوف فيها قصه ملايين من الناس في العالم كله اللي بيدوروا زي المجانين عن الشهره وبس، اللي في الفن والادب واللي في السياسه واللي في العصابات واللي في التقاليع. مش كده؟ احنا كمان في اعماقنا من جوه عايزين الشهرة كده ولا لا؟ لكن باخلاص وعلم واصالة، مش عن طريق الابواب الخلفية يا سمجدي. صافي 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 صافي
عليك بكره ولا خلاص؟ اه يستحسن، يمكن احتاجك تاني. ليكوا سعيد. مع السلامه. لا مؤاخذه عشان الدربكه دي، اصل انت عارفه اننا بنسهر ليل ونهار عشان المعرض. تعرفي صدفه غريبه قوي ان يوم افتتاح المعرض هو نفس يوم العرض الاول للفيلم بتاعي. صاحبتك؟ لا دي المدير اللي برسلها. بالشكل ده بالليل ولوحدكم؟ دي حاجة عادية خالص بالنسبة لكل رسام. عندك حق، زي عندنا في السينما الوحدة تتحضن وتتباس فن. على العموم أنا كنت جاية لك علشان ترسم لي صورة علقة على باب السينما. أوي. بس دي لازم تكون من جو الفيلم. ما أنا لابسة الجو تحت البلط كده. طيب يلا جهزي. ها تحب ارسمك ازاي؟ هعمل لك بوز من بتوع الفيلم. عظيم، يلا. هلا هلا يا حبيبي.
وقضبك وتبقي قمر كده قمر. صحيح الناس مبسوطه مني ومن الفيلم؟ مبسوطه وما تنبسطش ازاي وهو فيه كل حاجه تعجب الزبون؟ الفستان ده بقى عليك يجنن يجنن. الله الله، طلعتي بمايو وبشورت وشي تدليب وشي رفعه قلم وشي حناقه والاخر ختمها بحته بوسه تجنن. ويا سلام سلم لو كان الفيلم ده بقى فيه رقصه كان قفل الشارع والحاره اللي جنبه. لا ما انا لازم ارقص في الفيلم الجاي. هو ده. بقولك ايه، خدي بقى معاكي شويه فلوس كويسين عشان نرشهم على الناس اللي هيعملوا لي الجو، وانا كلمت عباس عشان يودى بنفسه. عباس؟ عباس بس يا استاذ اهو. اتفضلي استهانم. اتفضلي، اهلا وسهلا. اتفضلي استهانم. اتفضلي اهلا وسهلا. بس يا استاذ اهو الست صافي. بس يا استاذ اتفضلي استهانم. اهلا وسهلا. اديني كرسيين في حته كويسه. فاضي كتير، نقي اللي يعجبك. مش شكل ده يا استاذ مراد، يبقى اراضي اليوم كله مش هيجفل 70 جنيه. بكل اسف. قول لي من فضلك، هي سينمات تانية عملت كام؟ اقل سينما هتقفل 400 جنيه. روحنا في داهية يا مرسي. صافي 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 صافي. يترقص من الفرح. بس الناس قليلة قوي. مش استراحة، اللي طلع يشرب سيجارة واللي هيجيب حاجة واللي فضرت المية. ما تشتغل يا عباس. كل ساعة بقى قاعد اهو. استاذ مراد، احنا فلوسنا ما تروحش هدر ابدا. حظكم كده اعمل لكم ايه؟ لا شوفها، هي تقدر تعوض، انما احنا لا. صبركم بالله يا جماعة، الاستاذ مراد ويانا ومفيش تكليف بينا وبينه. قصدك ايه؟ يعني انت ممكن تملى دماغها بان في تجار من البلاد العربية هيشتروا الفيلم بمبالغ كبيرة، يعني هيكسب تمام. وبعدين؟ وبلطفتك كده نكتب معاها الليلة ورقة جديدة نفض بيها الشركة اللي بيننا وبينها، والفلوس اللي دفعناها تبقى دين عليه. الفيلم خلاص هيبتدي يتمحضر. ايدك بقى على الفلوس اللي هنرشها على الفرقة علشان بقى يشجعوا الفيلم على الآخر. ايه الحلاوة دي كلها؟ مرسي يا مرسي بيه. احنا هنسبكك ويا مراد على الكباريه عشان نوضب الجو للاحتفال بالنجاح العظيم. مامي مامي مامي. نعم يا حبيبتي. بركيل يا مامي. على ايه يروح مامي؟ قابلته. مين؟ منجد. وما تبنتي دي بتتكلم كده ليه؟ اشمعنى دي اللي هتنطقها كويس؟ ما هو كله زفت واحد. ساتر. Thank you.
التسريحة، الحركات. الوجه الجديد؟ ايوه. مبصرش لنفسك ولكرامتك ليه؟ عشان الجبان جبان جبان. بص ارجعي 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 ارجعي. يلا يا مراد يلا. استني اهدي بقى امال. انا عايزاكي اسمعي يا صافي اسمعي، في كومبينه معموله ضدك، هيقدموا لك ورقه اوعي تمضي عليها. كل ده يا مراد روقي، اللي راح راح، خلينا نرسم لبكره، والمره دي انا هقف جنبك. انتي ما انا خلاص فشيت غلي وخليتك تغرقي في الفيلم بعد ما ضربتيني القلم اياه، وهتتاكدي لما تقعدي معايا. اعمل ايه؟ تضحكي وتلعبي وساعتها الفلوس تجري في ايديكي ويفتح لك بدل الفيلم اتنين وتلاتة واربعة، ده اذا كنت لسه غاوية. ده الرسم بتاع بكرة. عندك حل احسن يا صافي ملبن. عندي وكل حاجة تنتهي على رواق. وطبعا صافي هتكون موجودة. طبعا هي السهرة تحلى الا بيها. جرسون يلا بينا.
صبي. صبي حركات. صبي السيركلية. يلا احنا بتوع الرقص. ما كنتش اعرف انك مؤرخ عظيم بالشكل ده. انت قريت؟ بس فاتتك حاجات كتير. زي ايه؟ مثلا نسيت ان بطلة قصتك كانت عشيقة للراجل اللي قدمها. انت؟ انت؟ تالي هم كلهم زينا سفيكيالية؟ لا يا حبيبتي، احنا بس اللي دخلنا من الباب اللي يوصل على اوضة بوح، عشان كده بقينا كده. ارقصي بقى ارقصي. ولما انت بتحبها ليه سبتها تغرق؟ ليه؟ الحقد خلاك تضيعها وتضيع نفسك. انك مش انسان، انت مش انسان، مش انسان، مش انسان. وانت ليه ما وقفتش قصادي؟ ليه ما فرضتش نفسك على حياتها؟ لانك جبان، تافه، سلبي، 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 سلبي. مش انت يا مراد، ولا انت يا مجدي، ولا بيتك يا سالي. لا لا، مصر علشان تبعي بدل ما تقف جنبي وترجعني. هلا